متتبعي قناة أنفاس بريس، تتواجد الآن مدينة ورزازات. ورزازات هي واحدة من أجمل المدن المغربية، تتوفر على مجموعة من المؤهلات السياحية والثقافية والقصبات. معدل تاع السياح في هذه المدينة هذه ما تيرضيش مجموعة من المتدخلين في المدينة وجهة درعا تافيلات بصفة عامة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في جهة درعا تافيلات فتحت ملف تاع علاقة السينما والسياحة من خلال علاقة السينما والسياحة من خلال النسخة الأولى من المنتدى الجهوي للسينما والسياحة، من أجل يعني تعزيز وتتمين القطاع السياحي في المدينة والجهة بصفة عامة. سي الأنصاري، العديد من المدن يعني دارت الإقلاع ديالها عن طريق السينما، واش هذا الأمر يقدر يكون واقع على مستوى مدينة ورزازات؟ بالنسبة لمدينة ورزازات، هذا أول منتدى جهوي اللي تيكون في هذا الإقليم العزيز، مدينة ورزازات اللي تحتضن المنتدى الجهوي الأول للسينما للسياحة والسينما لجهة درعا تافيلات، والذي حضره حوالي 400 مشارك ومشاركة من مهني ومقاولين في مجال السياحة والسينما، بالإضافة إلى المنتخبين والفاعلين المحليين. الهدف منه التعريف بمؤهلات القطاع السياحي والسينمائي والإكرات المرتبطة به. ثانيا، بلورات رؤية مندمجة من أجل تطوير قطاع السياحة السينمائية بالجهة. شنو نعزو العنصر تاع السياحة في ورزازات حاليا؟ شنو المستقبل تاع السياحة في هذه المدينة؟ المستقبل ديال السياحة كيرتبط أولا بالأبناء ديال هذه البلاد، راه ما يحكلك حتى جلدك إلا ظفرك، باش نكونوا واضحين. راه إلا بقينا كنتسناو الذي لا يأتي راه صعيب. هذا بحكم التجربه ديالي كرئيس جماعه لمده طويله، كان ملي كنناقشوا مع الاخوان اللي عندهم هاد لي زوطيل كان عندنا اشكال كبير جدا. اليوم كنقولوا لهم راه هاد لي زوطيل خصهم يشدوهم الناس ديال ابناء المنطقه، على اعتبار هما اللي عندهم هاد الحرقه ديال المنطقه. هذا واحد. ثاني حاجه، خصنا نجيبوا الناس اصحاب مستثمرين اللي عندهم كذلك الحرقه على هاد القطاع ديال السياحه. هذه المسائل ما كانت شيء ما لقيناهاش في هاد الناس الاولين. اليوم كاين حاليا واحد الناس اللي كنشكروهم اللي تايقين في هاد المنطقه واللي مادي اليد ديالهم، وكاين مستثمرين اللي كانوا ومازالين بحال لو بيربير بلاص، باش ما نكذبوش، هاي الناس اللي بقاو تايقين وزاروا داروا انفستيسمون كبير على اساس انهم يعاودوا يهلوا لوطيل مورا كورونا بواحد المونطون اللي هو خيالي. وما لي زوطيل الاخرين دابا راه فيهم واحد جوج ولا ثلاثه اللي راهم ان شاء الله قابطين طريق في التسويه ديالهم، واللي تنشكر فيها واحد الاخ من الاخوان ديالنا اللي معنا عضو في الجهه، السي عبد المولى راه كاين معنا هنا، اللي كذلك دار واحد الجهد كبير مع مجموعه ديال المستثمرين باش يلقى يقنعهم باش يستمروا هنايا. هذه الثانيه. ثالثا، هاد الناس ملي كيجيو يستمروا كنهضروا على واحد لا سيدفونسيون كتعطيها الدوله بالنسبه لهاد الناس اللي بغيو يستمروا، كنهضروا على واحد 50 مليون دو درهم. اليوم هذيك 50 مليون دو درهم ما يمكنش انا خديت اوتيل في واحد الوضعيه اللي هي كارثيه ونجي غادي نستمر واحد 50 مليون دو درهم ثاني سور بلاس باش ناخذ واحد لا سيدفونسيون ديال 23% او لا 30%. حنا اليوم كنناقشوا مع الاخوان في وزاره السياحه ولا كذلك وزاره الماليه انه يكون لو كا ديال ورزازات سي با لو ميم كا ديال لي زوتر فيل، ان هاد لا سيدفونسيون تدار سيدفونسيون خاصه الورزازات اللي هي 30% بالنسبه للناس اللي بغاو يعاودوا يشريوا ويفتحوا هاد لي زوتيل باش نخرجوا من هاد، لانه راه كيقول لك واش سبقه البيضه ولا الدجاجه. دابا اصحاب النقل الجوي كيقول لك انا بغيت ندير لك النقل الجوي، فينا هما لي شومبر اللي غادي يجيو لهم هاد الناس؟ عاود صحاب لي زوتيل اللي بغا يستمروا كيقولوا لينا كيفاش غادي نستمروا حنايا والنقل الجوي ما كاينش. وبالتالي خصهم بجوج يكون ليهم الحل، لا النقل الجوي ولا الحل لي زوتيل ديال هذا. هذا راه تناقش مرارا وتكرارا مع وزيرة السياحة ومع الإخوان في لاسميت، وكنحيي الإخوان ديال لاسميت اللي مواكبين معنا هاد الملفات هادو، وكنتمنى أنه نلقاو حلول، لأن هاد المنطقة لابد خصنا نرجعوا لها الاعتبار ديالها وتكون واحد العدالة مجالية حتى في المالية. من بين المطالب تاع مجموعه من الفاعلين في داخل مدينه ورزازات هي تكثيف وتعزيز خطوط الطيران لتجهيل مدينه ورزازات، لانهم يؤكدون ان يعني زياده من معدل تعداد الخطوط هذا بامكانه ان يشجع مجموعه من المواطنين المغاربه وايضا الاجانب من اجل الاقبال لاكتشاف المؤهلات السياحيه التي تستخر بها هذه المدينه.
غير السياحه ما يمكنش تطور على مستوى مدينه ورزاز بلا ديك يعني تعزيز الخطوط تاع الطيران، يعني من الدار البيضاء لورزاز واحد الساعه ونص، يعني ما تشوفش ان تعزيز الخطوط الطيران يقدروا يساهموا في تعزيز تاع السياحه. بالنسبه للفاعلين في هذا القطاع هذا راه كاين ترافعات وكنتمنوا الجهه الوصيه باش تفاعل معنا. عندنا توصيات مخرجات في هذا اللقاء ان شاء الله، كنتمنوا الوزاره تفاعل مع في هذا الموضوع، لان ورزازات تعتمد على السياحه فقط. عندنا اقاليم الجهه، كاين الاقاليم اللي عندها الحمد لله شويه الفلاحه والسياحه، ولكن ورزازات تعتمد على السياحه فقط. اذا هذا مشكل كبير وكنتمنوا نلقاو شي حلول. كان التراكمات اولا ديال واحد الطلب ديال هاد المنتجين اللي كيجيو من برا، كان عندهم طلبات وعندهم شروط. هاد الشروط ما كناش كنقدروا نوفروها في السابق، حاليا خدامين عليها. على اعتبار اولا ما يمكنش واحد السيد جاي من انجليز ولا جاي من امريكان كينزل في المطار محمد الخامس يبقى 8 السوايع 10 السوايع كيتسنى الطياره ديال ورزازات فوقاش توصل، فوقاش كيجي في 12 الليل، وبالتالي في الحداد الليل عاد كتحطوا الطياره هنايا كيجي في واحد المورال اللي ديجا ديزيسبيري، وكيقول كيفاش غادي يدير ان فيلم بهذا الشكل هكذا. ما كاينش النقل الجوي كان عندنا مشكل كبير. مساله اخرى كان عندنا المساله ديال الطرق، كانت تشكه بما كانت ان نون ديكاب بالنسبه للسياحه، على حتى الناس اللي بغاو يجيو الورزازات عبر مراكش ورزازات عبر الطريق، كان المشكل ديال تيشكال اللي خلق اشكال كبير جدا. اليوم تيشكال الحمد لله كاين جواب، لانه رجعت الحمد لله ولات في واحد الحله اخرى جديده. كنتمنى ان التونيل يخرج باش هذه المعضله ديال الطريق نحيدوها، والمعضله ديال كما قلت قبيله ديال النقل الجوي، هذه مساله اللي خص فيها واحد العمل كبير، لا من ناحيه النقل الجوي ديال الناسيونال ولا الانترناسيونال، باش ردوا الاعتبار لهذه المنطقه. هذه منطقه اللي معروفه، حتى واحد ما جا دار ليها لا بيبليسي دارته لراسها، باش حتى واحد ما يتزايد علينا ويقول لنا هذه المنطقه راه جا دار. لا، هذه المنطقه هي عباره عن استوديو اوفير اللي اكتشفوه هاد المنتجين، وجاو خدموا مع واحد الكومبارس اللي لقاو حرفي بامتياز، ولقاو جميع المسائل اللي يمكن لها تساهم في خلق في اعداد افلام كبرى، واللي دارت الحمد لله واللي خدات عده جوائز كبرى، وفيهم افلام راكم ربما كتبعوكم عارفينهم.